ويسعدني في هذه اللحظات أن أرحب برجل له أيادي بيضاء في هذه الرياضة العربية الأصيلة، خدمها كثيرا ويتابع دائما ويوجه دائما، نشاهده في كل السباقات وفي كل الأشواط، يتابع ويوجه سعادة رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني معي في هذه اللحظات. أبو عبد الله، شاكر لك جهودكم الجبارة في هذا المهرجان وفي طوال الموسم، ولكن مرحبا بك بداية في موقع الأبرد. مرحبا فيكم وأشكركم الحقيقة على تقبيتكم ومتابعتكم المستمرة لهذا المهرجان، يعني لكم بصمة كبيرة في إبراز هذه الرياضة. الحمد لله، وأنا أشكركم الحقيقة وأشكرك أخي محمد لأنك أنت مواصل معنا في الهجن وفي التعليق ومواصل مع موقع الأبرقة. شكرا على واجب أبو عبد الله، هذا واجبنا، ولكن أبو عبد الله جهود جبارة من سعادة رئيس اللجنة المنظمة لسباقة الهجن. نحن نعلم سعادة شيخ التزاماتك وكثرة مشاغلك، ولكن رغم ذلك متواجد دائما وتوجه المنظمين. سعادة شيخ حمد، يعني أنت المثل الذي احتذابه، حدثنا عن يعني وقت الشيخ حمد وبين اللجنة وبين الهجن وبين مشاغلك الخاص. أولا بقول لك حاجة، الحقيقة أنتوا أحييتوا الأبرقة بعد ما انتقل الميدان في الشحانية الأبرقاس شبه النست، لكن الحقيقة توجهت سمو الشيخ تميم أن أطلق على الموقع هذا اسم الأبرقة، أعتقد أحيا ذكرها، خلى الناس ما زالت تتساءل لماذا سمي باسم الأبرقة ولا كذا، فالكل لما يتساءل الناس اللي جدد توهم شاركين يعرفون أن الأبرقة كانت ميدان في إثارة في سباقات قوية وكذا، لكن احنا فضلنا ان احنا ننقل السباق في ميدان الشحانية على اساس القرب وعلى اساس نقدر نكسب قاعدة اكبر، وحتى تغطية اعلامية بالنسبة للحضور المسؤولين يكون اسهل لهم الحضور لما يكون في الشحانية من منطقة الأبرقة، انها شوي كانت بعيدة شوية. بالنسبة للمشاغل، كل إنسان مشاغله كبيرة، سواء العائلة يمكن ماخذ دور كبير بالنسبة لي كعائلة واشغالي الخاصة واخواني، يمكن مرات اجلس يمكن بالعشر ايام ما اشوفهم بسبب السباقات وارتباطي في السباقات، خاصة وأن في هذا الموسم السباقات مستمرة، يعني تغيب كثير عن الجو العائلي، البيت، العيال، الأخوان، دائما كانت في احنا كان دائما ارتباطاتنا قوية ودائما متواجدين فترة الصباحية والمسائية، بس الحين السباقات يمكن أخذتني كثير عنهم، بس هم مغدرين الظروف هذا وعارفين أن أنا قاعد أشتغل وأقدم، خاصة لما يشوفون الناس يجونهم هناك ويحسون الحقيقة يشكرون علي، يعني مو عند قدامهم وهذا، فهم يعني يستنسون أني أنا مقدم شيء مرضي الجميع والناس مستانسة من الحاجات اللي أنا أقدمها، يعني خلاص معذريني بهالشيء. كذلك بالنسبة للعائلة، حتى تعرف سفراتي ما أقدر أسافر إلا نادر إلا فترة الصيف بعد السباقات، وأكون مشتد دائما مع السباقات. بالنسبة للسباقات صراحة أنا كل اهتمامي وكل يمكن يومي طول اليوم أنا شغلتي هجن، يعني هالكلمة بقولها إنه يمكن في البيت، في التليفون، في الاتصالات، دائما 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 مرتبط مع، يعني يمكن يومي كله، يعني أغلب اليوم كله شغلتي في الهجن، حتى يوم الجمعة حتى يوم السبت كل الكل ما يعرف، لكن دائما في ناس حتى يتصلون فيني متأخرين في وقت متأخر في الليل، يعني أشوفه يقول يمكن في حاجة ظروف ولا حاجة حاصلة، لكن لما ألاقي واحد عنده موضوع بخلصه ولا شيء، لكن الحمد لله بشرك ان احنا قادرين نمشي الامور وماشي على حسب ما يرام، وانا كل من اشوف الناس راضين والجمهور راضي ومبسوطين، انا هذا يعطيني دافع اكبر، وبغض النظر سواء اشتغلت يوم الجمعه او يوم السبت او يوم اجازه او اخر ليل، الحمد لله عادي عندي. عبد الله، بالفعل أنت يعني الجهود جبارة وملموسة على أرض الواقع والميدان الشحانية بتوجيهات سعادتك الكريمة، يعني حقق مراحل متقدمة جدا اختلف عن بقية الميادين الأخرى، شاكرين لك ونتمنى لك التوفيق الدائم والله يعطيك الصحة والعافية. أنت مثل ليش بدون مجاملة سعادة الشيخ بشهادة الجميع، مثل الشعلة والحيوية الذي يحتذى به أبو عبد الله لكل عامل. ولكن أبو عبد الله، نعود إلى موضوع أو محور حديثنا، سباق سمو ولي العهد الأمين، ستة أيام مرت سريعة
نحن اليوم نعيش في يوم الختام، شاهدنا الإدارة من اليوم الأول وحتى يوم الختام. حدثنا عن هذا المهرجان، عن الجوائز، عن الإقبال الجماهيري، كيف شاف سعادة الشيخ حمد بن جاسم؟ والله شوف أنا اليوم سعادتي لما أشوف سمو الشيخ تميم مستانس و ومبسوط، وخاصة في التسليم هنا وحضر المهرجان، هذا شيء أكبر شيء نتوج فيه على روسنا، أن احنا قدمنا خدمة لهذا البلد، لهذا الوطن اللي قدم لنا الكثير والكثير. فالختام اليوم وأنه يكون تشريف سمو الشيخ تميم بن حمد وتسليم الجوائز الفائزين، أول ندافع لهم هم، وثاني لنا احنا كلجنة، شيء أسعدنا جميعا. وانت شايف يعني ابتسامه سمو الشيخ تميم، فهي يعني تسعدنا، لان المسؤولين مثل سمو الشيخ تميم مشاغلهم كثيره، لما نقدم لهم حاجه بسيطه ان تسعدهم، وهذا شيء بعد احنا نفتخر فيه ونعتز فيه. بالنسبه للسباق هذا بصراحه بتوجيهاته ونظرته انه تحول حق ابناء القبائل، 104 سيارات استمرنا 6 ايام، وكانت منافسة إقبال كبير. أنت يعني أنا لما أشوف الناس مستانسة وفي الحاجات اللي إحنا نقدمها كلجنة ككل، يعني هذه خلاص كل التعب يروح عني. بالنسبة إحنا مثل ما أنت عارف إحنا اليوم بنخلص، لكن إحنا بكرة بنبتدي سباق وبنستمر ليوم السبت، يعني شغالين ماشيين على طول. لكن الحمد لله مدام في ناس سعد أبو عبد الله في هذا، والله مدام في ناس شايفهم مستانسين إحنا مستمرين في العمل، والله يوفقنا إن شاء الله ويعيننا على الجهود هاي إن شاء الله. أبو عبد الله، كيف شاهدت 7000 مشاركة سجلت في هذا السباق؟ حدثني عن هذا الرقم الكبير. تعرف أنا أقول لك السباقات أول كانت عندنا قليلة، كان عدد الأشواط أول أذكر مرة كان 54 شوط، كنا يعني الناس متعجبين والله 54 شوط في المهرجان، كان سباق ختامي. سباق التسعيرة كان عندنا في يوم واحد 50 شوط، كان في يوم واحد فترة صباحية ومسائية 50 شوط قدمنا في يوم واحد، وصراحة تابعتك الخمسين شوط تابعتهم كلهم، حتى في بعضهم كان قالوا لي يعني خلاص ريح، قلت لا يعني خلاص شفت متعة في السباقات، الشوط هذا في منافسة، اللي بعده في منافسة، هذا صديق لك تشوفه ينافس ياخذ الأول أو الثاني تهني، يعني فيها شيء يسعدنا فيه. لما تكون في 50 شوط، في 50 فايز، في 50 واحد جاء الثاني، تلاقي يعني في منافسة، في حديث بيننا وبينهم، أشوف فيها متعة. يعني بالنسبة السباق الحمد لله كان يعني سعادة الشيخ، علمت من مصادر في اللجنة بأنك أمرت بتسليم الجوائز هنا في ميدان وفي مكاتب الشحنية للمواطنين والخليجيين، حدثنا عن هذه الخطوة التي أسعدت ملاك اللجنة. صراحة أنا أشكرك على هالسؤال، إحنا أنا أتمنى بس أن كل المشاركين لما إحنا نعلن أن تسليم الجوائز في ميدان الشحنية في صالة الشحنية في المكاتب أن يتوجهون يستلمون جوائزهم. في بعض الأخوان تكون له جوائز مبلغ كبير ويترك ويقول لك خليها، فبعدها إحنا بعد يعني لما بكرة يكون في دوام عندنا تصير عندنا زحمة، مثلا في عندنا 104 سيارة تبغى نسلمها، فلو تسلم جزء كبير من المبالغ المادية بيخفف علينا. ففي بعض يعني في مرة أنا أذكر إحنا جبنا مبلغ كبير هنا في السباق سمو المستشار الخاص على أساس توزيعه يعني، والإذاعة ونعلن ما نصرف منه إلا 400,000. فجلسوا لبعد صلاة المغرب كانوا يكلموني يا حمد ما في حد جاني يستلم الجوائز، ليش؟ وكل واحد يقول بكرة بخليه بعد بكرة. احنا نفضل انهم يعني يستعجلون في تسليمها، صح انه يمكن انا اقول كده لو خلصت مرحلة الحقائق يقول لقايا يستلمونها، معلش يمكن لا عنده في الجذاع والثانية، لكن هو بيكون مرتاح واحنا بنكون مرتاحين. فأتمنى يعني أنهم إحنا نعمل هذا الشيء على أساس تسهيل لهم. في ناس بيسافرون، تعرف أنا مثل اللي شاركوا في سباق الحقائق واللقايا والجذاع سافروا، أغلبية مسافرة، فلما نجيب الجوائز هنا هو يستلمها وهو مسافر. لكن لما نقول له والله لو إحنا نقدر كلجنة نقول والله التسليم الجوائز بعد السباق، بعد ما ننهي السباق، انتهي السباق توجهه إلى مكتب أكتب اللجنة في الدوحة وكذا سلم. لكن لا، احنا نعرف ان في ناس عندهم ظروف، في ناس عندهم اعمال، في ناس مسافرين من بلدين بعيده وارتباطات عائليه، فنحاول نسهل نسلم الجوائز حتى يوم الجمعه احنا نسلمهم جوائز. فبس اتمنى منهم انه ان شاء الله يكون دائما لما يكون في تسليم يسرعون يعني على اساس ان يستلمون جوائزهم، لان حتى المبالغ لما تكون عندنا وترجع مره ثانيه للدوحه يعني شوي حتى
حتى بالنسبة للأمنية نحن نفضل أن نتخلص منها. مالك دابان علي بن سالم بظفيرة العامري والبندقية الفضية التي توج بها بعد أداء مشرف كان لدابان الذي أضاف لسلسلة نجاحاته نجاحا آخر في هذا المساء. التتويج الآن لمالك إعلان الذي فاز معها بالبندقية الفضية، محمد بن منصور السيف الخيارين، وهنا التتويج لغانم بن منصور السيف الخيارين على هذا الانتصار الذي تسجل وتحقق بإعلان كان تحذيري لكافة المتنافسين. سعادة الشيخ حمد بن جاسم، نحن سعداء بتواجدك معنا دائما، وأنت عودتنا أبو عبد الله على هذا التواجد وعلى قبول أي دعوة من موقع الأبرقة ومن الإعلام الآخر، فأنت دائما حاضر ومتواجد في الميدان وحاضر دائما في الإعلام وتجيب رغم الظروف اللي عند أبو عبد الله وأشغالك الخاصة جدا. وأنا ممنون وشاكر لك هذه المقابلة سعادة الشيخ حمد بن جاسم، ولكن هل من كلمة أخيرة لمحبين سعادة الشيخ حمد ومتابعين في موقع الأبرقة، كلمة لعشاق سعادة الشيخ حمد بن جاسم من خلال هذا الموقع؟ أنا أشكرهم كل الأخوان وكل عشاق هذه الرياضة، الأباء والأجداد، والحق أنا مثل ما هم يحبوني أنا أحبهم بعد كثير، ولولا حبي لهم وما كنت متواجد هالفترة الطويلة معاي، وأنا عارف بعد لولا هم وقفتهم معاي يمكن ما استمريت هالفترة الطويلة في العمل في هذه الرياضة، رغم أن الرياضة شوية فيها صعوبة، فيها تعرف أنها مثل أمس كانت درجة الحرارة 4 فترة الصباحية، لكن إحنا نداوم يوم الخميس والجمعة، وإحنا لما يكون عندنا سباق الجمعة والسبت نكون في الفترة الصباحية وإحنا جايين على الشارع يكون الشارع فاضي، فنكون مبسوطين أن اليوم الله إجازة عند الموظفين، يعني رغم أن هم يكونوا مرتاحين ونايمين في بيوتهم بس إحنا نشوف أن إحنا مبسوطين أن إحنا الشارع فاضي على أساس أن نوصل ميدان الشحنية بسهولة. فأنا أشكرهم كلهم وأتمنى إن شاء الله أن الله يوفقني في خدمة الجميع، خدمة بلدنا الحبيب، والتوفيق إن شاء الله لهم جميع، وأتمنى لأي واحد ما فاز أن يفوز في السباقات الجاية، المجال مفتوح إن شاء الله، وبدعم سمو الأمير وسمو الشيخ تميم الرياضة مستمرة، وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. عبد الله ذكرت من درجة حرارة في يوم أمس 4 في المناخ، ولكن درجة الأشواط حرارتها أبو عبد الله؟ كانت درجة الحرارة تختلف قوية جدا، تلاقي بعض الناس يلبس ثوب أبيض مو بحاسب بالبرد، لكن الحمد لله نحن تخلصنا من الراكب البشري، الحين الراكب الآلي، لأن كنا أول كنا دائما نحن نعاني من ركاب الأطفال وكذا، لكن الحمد لله بعد ما تخلصنا من هالراكب البشري بتوجيهات سمو أمير البلاد بفدة وسمو ولي عهد الأمين الحمد لله، وصار الراكب الآلي، هذه حل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا وريحنا الصراحة فيها. هذه النقطة أثارت سؤال أبو عبد الله، الآن أتى هذا السؤال ويختلج في صدري أبو عبد الله، ذكرت بأن الركاب الآلي حل مشكلة هنا في قطر، ولكن قطر دائما قطر الحبيبة سباقة في كل المجالات دائما وفي التطور، ولكن أول من طبق الركاب الآلي أعتقد سعادة الشيخ عندنا في شحني. صحيح، كان توجيهات سمو أمير البلد فدة وطبقناه، وكان حصلنا خوف من المشاركة، معارضة كبيرة من الجماهير، وفي منهم خذل الركابة وداهم يعني خباهم في مكانات ثانية، وكانت واجهتنا يعني انتقادات كثيرة، لكن الحمد لله أن أكثر المنتقدين رجعوا لنا وكلموني، وأذكر واحد قال لي كلمة، قال لي يا حمد مرة ثانية إذا بغيتوا تسوون شيء سووه بدون ما تشاورونا، قال لنا، قلت له ليش؟ قال إحنا الركاب هذا ارتحنا منا أكثر، وكنا والواحد يعاني ويحجز راكب حق بكرة الصبح يركض عنده، ويمكن الصبح ما يلاقيه وما خلوه يركب ولا شيء، لكن الحمد لله الحين الراكب الآلي متواجد عندنا وفي السيارة وفي العزبة وبكمية ومبلغها بسيط. أنا كنت أول كل شوط لازم أنزل عند الستارت وفي الشمس وفي الغبار وارجع اركب مره ثانيه، وعلى اساس نحافظ على سلم. الحمد لله الحين الاشواط انطلقوا واحنا جالسين في سياراتنا، وما انت في سقوط الركاب الالي ما في خطر الان؟ الحمد لله لا، ما في اي خطر، لا الحمد لله كل شيء على احسن ما يرام. اذا ابو عبد الله سعداء بهذا الالتقاء مع سعادتك سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. مشاهدينا الاعزاء، كان معنا سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، الرجل الذي يعمل ليل نهار لهذه الرياضه العربيه الاصيله. سعادة الشيخ حمد شاكر لك مرة أخرى ويعطيك العافية. الله يعافيكم، مشكورين. حلمنا حلم كبير لك عطانا والمسير نهجنا.